اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي احنا بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الاسره السادسه، وبالتحديد عن ملك جديد وهو الملك اوسر كارع. وترجمه اسم الملك اوسر كارع او وزير رع، وحكم مصر بعد موت الملك تيتي، وحكم مصر من سنه 5 سنين. وفي اعتقاد سائد بين عدد كبير جدا من علماء الاثار ان الملك اوسر كارع حكم مصر سنه 2300 قبل الميلاد. ومن الحاجات المعروفة جدا عن الملك أوسر كارع ان اسمه وجد في بردية تورينو اللي كان اسمها بردية ملوك مصر في ابيدوس في معبد الملك سيتي الاول. بس من الحاجات الغريبة جدا عن الملك أوسر كارع ان اسمه ما تمش ذكره من خلال المؤرخ القديم المصري مانيتو. في بعض علماء الاثار والمؤرخين بيقولوا انه حكم مصر واعتلى عرش مصر وبقى ملك مصر من غير احقيه ليه في العرش، بس في بعض المخطوطات والبرديات القديمه بتقول ان الملك اوسر كارع امه هي الملكه خينتكاوس الثانيه. بس من الحاجات المميزه جدا عن الملك ده ان اسمه كان موجود على 3 اختام اسطوانيه، واسمه منقوش على اداه عمل يدويه. ومن الحاجات المميزه جدا عن الملك ده ان الاداه اليدويه اللي كان موجود اسمه عليها كان مكتوب برضو عليها مجموعه عمال اوسر كارع، وده بيدل على حاجه مهمه جدا ان الملك ده امر ان يكون في بدء بمشروع بناء كبير زي الاهرامات والمعابد اللي كانت بتتبني في عصر الاسره السادسه وفي عصر الدوله القديمه بشكل عام. وفي واحد من علماء الاثار وعدد كبير جدا من المؤرخين اكتشفوا تابوت موجود في منطقه اثريه. التابوت ده بيرجع لواحد من الوزراء او واحد من الشخصيات المهمه اللي كانت موجوده في عهد الدوله القديمه. بس المكتشف او عالم الاثار اكتشف حاجه غريبه جدا على الغطاء بتاع التابوت ده، اكتشف مجموعه من الكتابات الهيروغليفيه. الكتابات دي بتضم قائمه مصر في عهد الاسره السادسه، وموجود عليها عدد كبير جدا من الملوك. الملوك دول بيرجعوا لعهد الاسره السادسه، وموجود في اسم الملوك دول اسم الملك اوسر كارع. ومن خلال الكتابات والقائمه اللي كانت موجوده على غطاء التابوت قدروا علماء الاثار والمؤرخين يتاكدوا ان الملك اوسر كارع كان هو ولي عهد الملك تيتي، ومن بعد الملك اوسر كارع حكم مصر الملك بيبي الاول. وطبعا من الحاجات المؤكده جدا عند علماء الاثار ان الملك تيتي مات مقتول نتيجه مؤامره. بيعتقد معظم علماء الاثار ان المؤامره دي دبرها اوسر كارع بنفسه. وبيعتقد عالم الاثار ميروسلاف فيرنر ان الملك بيبي الاول كان بيعمل على قشط اسم الملك اوسر كارع من اي منشآت تركها، بسبب ان الملك بيبي الاول كان معتقد ان الملك اوسر كارع كان واحد من اهم المخططين لقتل ابوه الملك تيتي. وبيعتقد معظم علماء الاثار ان الملك اوسر كارع اتولد في القرن ال 25 قبل الميلاد، بس علماء الاثار والمؤرخين مش قادرين يحددوا سنه معينه اتولد فيها. طبعا بالإضافة إنه توفى سنة 2330 قبل الميلاد، بس علماء الآثار مش قادرين يحددوا اليوم والشهر اللي توفى فيه. وطبعا موطنه مصر القديمة، بس برضه علماء الآثار مش قادرين يحددوا اتولد فين بالظبط. وده سبب إن الحلقة بتاعت النهاردة كانت قصيرة جدا، لأن المعلومات اللي حاولت أجمعها عن الملك أوسر كارع كانت قليلة جدا. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلام معاكم عن الأسرة السادسة، عن ملك تاني طبعا غير الملك أوسر كارع. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.